المشاركة ديالنا في هذه الدورة الثالثة ديال المهرجان ديال في مسرح الشارع هو المسرح أبو الفنون، وحنا ولاد هذه المهنة وكنحبوها، والمسرح خرج من وليد الحلقة. كنا ملي كنمشيو للدراسات وكذا، هذا راه العارفين كيعرفوا هذا. إنما حنا كتقدا مدة ديال 47 سنة وحنا كنشتغلوا، يعني كفرقة مسرح تقدا للمسرح والفنون الشعبية. هذا مسرح الشارع هو كيعطينا إضافة أو كيعطينا فرصة للتواصل مع الناس أو الناس أو الجمهور اللي كيجي للمسرح. حنا كنمشيو عند هذاك الجمهور، هذا هو الميزة اللي كيمتاز بها المسرح ديال الشارع، وكتعامل وسط الدروبة وفي الشارع ومع جميع الشرائح الاجتماعية. اللي ما عندوش إمكانيات باش يوصل عندك كتمشي عنده. مشكورين الناس اللي تتيحوا لنا فرصة ديال اللقاء، واللي كينظموا هاد المهرجانات، هاد المهرجانات عفوا، اللي كنتمناو أنهم يكونوا كثار. السلام عليكم، معكم الفنان الكوميدي عبد الهادي البنين. اولا تحيه كبيره للمجلة الالكترونيه اش واقع. بالنسبه للتواجد ديالي اليوم هنايا، فانا موجود هنايا محتفل مع الشعب المغربي خاطبه بالمناسبه ديال الذكرى 56 لعيد الشباب المجيد، والذكرى 66 لثوره الملك والشعب. وحنا هنا متواجدين في اطار فعاليات المهرجان الدوره الثالثه ديال المسرح الشارع. فانا جيت ضمن الفرقه ديال مجموعه مسرح تقادة باش نقدموا واحد العمل المسرحي ديالنا الاجتماعي اللي هو حجر وطوب. وبهذه المناسبه كنشكر اعضاء المجلس كلهم، لا بالنسبه للعمده ديال مدينه الرباط اللي بقى متواجد معنا طيله العرض وشجعنا وعطى كلمه في حقنا، والرئيس ديال الجماعات اليوسفيه. وتحيه كبيره وشكر وتقدير للناس الساكنه كلهم ديال اليوسفيه وديال التقدم، فكنشكركم بزاف وتحيه كبيره لكم، وكنتمنى نتلاقى معكم مره اخرى ان شاء الله. Thank you.